Now it's amazing what doesn't exist in the real world. نحن صانعو الموسيقى المغامرون وحالمو الأحلام. نفس إلهامنا هو القلب النابض لهذا الجيل. نحن الشباب المحركون وأرواحنا حرة طليقة. نحن الباحثون عن التشويق المغامرة، أصحاب رؤية تجعلنا نختار من نكون. نحن أبناء هذه الألفية، قادة متابعون ومؤثرون خارجون عن المألوف. تحية منا لهذه الحياة بكل ألوانها ولهذه الرحلة المدهشة التي سنصنعها معا. يا جماعة احنا في نادي المقاولين يعني وصلنا. تبقى نكون نلعب في الشمس دي كده؟ مش هنلعب في الشمس عشان نلعب كورة. حضروا حالكم حضروا حالكم. احنا جاهزين على خطى النجوم. جاهزين اهو. في كاسات قدامنا. احنا كاس فريق السكة منين هيبقى هنا؟ كذا حد يعني كان بيشرح ان حضرتك كان ليك دور في قصة النجاح بتاعت محمد صلاح. لقاءاتنا بنادي المقاولين العرب كانوا كتار وكانوا كتير غنايه بالمعلومات اللي قدرنا ناخدها من الاشخاص اللي شفناهم، منهم باشمهندس شريف حبيب اللي كان رئيس النادي السابق. كان في مشروع اكتشاف ورعايه الموهوبين، ده كان من مجلس الاداره برئاسه المهندس ابراهيم محلب، ان اكتشاف المواهب في سن صغير ده شيء مهم جدا. النادي اللي هو في طنطا اللي يتبع النادي هنا اسمه عصمصون طنطا، النادي ده كان بيستقبل المواهب وكان له دور. الاسامي اللي كانت موجوده هناك اللي هي استقبله محمد صلاح في الاول، ريعه شافه في وقت ما وقال لي ان احنا شايفين ان عندنا لعيب كويس قوي محتاجين ان احنا نقبله. كنا احنا في الوقت ده انا مشرف على قطاع الناشئين كله والفريق الاول. حضرتك لما التقيت فيه أول مرة بتذكر هيك انطباعك الأول؟ كان وقتها الحقيقة شايفينه كويس، بس مش في أولاد زيه كتير وفي أحسن منه. من لما اكتشفوا محمد صلاح they knew this guy is going somewhere and اشتغلوا أسسوا على هذا الموضوع. لو أنت عاوز تروح تاخد يعني تحسن مستقبلك تاخد مبالغ كويسة ومضمونة روح الأهلي أو الزمالك، يعني واتيفر أنت بتحب مين، والاثنين دول هم في هذا الوقت القادرين يدفعوا فلوس للنادي ولك. فكان هو عليه قول أنا مسافر بره، أنا عايز أبقى حاجة. فعجبتني الثقة، ودي زي ما قلنا دي تشجعك إن أنا إحنا عدنا في مفاوضات عقده أكتر من أنا عدت حوالي 8 ساعات. انا عايز اوديه بس اوديه بشكل كويس للنادي وله. وهو قال لي كمان ان هو اتخض يعني من اجابه محمد صلاح. معظم اللعيبه بتستسهل ان هي انا امن مستقبلي واهلي وزمالك وشكرا وبتاع، فقال لي انا كنت مبسوط جدا ان محمد صلاح عنده صفه الشجاعه، يعني ان هو شجاع جدا من الاول، بلس النقطه اللي اكد عليها في شخصيه صلاح ان هو كان صبور. يعني نادي بازل احد الاسباب لنجاح محمد صلاح. ليه؟ نادي منظم، نادي محترف، نادي اهم نقطه نادي بطولات. يعني من المفاوضات نقط المهمه كانت في المفاوضه ان شاكيري كان بيلعب مكانه وشاكيري هيروح بايرن ميونخ، يبقى هم هيبقى انت هتجيب واحد فده بتدي لك بريفليج. دي من نقطه النيجوشيشن، تبقى عارف انت الاجواء ماشيه ازاي. يعني اللي حلو بهالشق من اللقاء انه قدرنا نعرف خبايا العقود اللي بتصير بين اللعيبه، وقديش مهم انه يكون في تفكير مخطط لمستقبل اللاعبين. اليوم قد ايه بيكبر قلبك بانك تشوف انه شخص طلع من هيدا النادي وصل لهالمكانه ومحافظ على كل يعني على كل الليجسي اللي حضرتك قلت له عنه بين شخص مسؤول بالنادي ويعني مثل كانه اولادكم او ابنائكم؟
طبعا بنشعر بالفخر حتى للنادي والبلد كلها، لان بنقول ان احنا في الوطن العربي ان انت ممكن يكون عندك نجم عالمي، عالمي بمعنى الكلمة. قلت له بص انت تنجح يوم ما تقعد على التوب 10 سنين مثلا. فحسيت قد ايه فكر الباشمهندس شريف حبيب اللي هو زي فكر واحد مصري بيحاول يطبق فكر اوروبي موجود في الانديه اللي موجوده في اوروبا، والتجربه نفسها اثبتت نجاحها ان محمد صلاح وصل ان هو بقى من احسن 3 لعيبه في العالم. فحسيت قد ايه ان الفكر الاداري مع الموهبه مع المدرب مع نفسين قد ايه ممكن يوصلوا لنتيجه نهائيه زي محمد صلاح. انما هو لا زال بيصنع اسم جديد، بيعمل ريكورد جديد كل مره، فالطموح بيعلى. فاحنا لسه كل ما يحصل طموح حققته، وعشان كده يمكن في اللقاء بيقول انا يعني السنه الجايه عايز اعمل حاجه. طول ما هو الرؤيه بتيجي والحلم اذا لم تحلم فلن تحقق. كنت عم بسمع هذا الحديث وعم فكر بقد ايه الكوره او الفوتبول مهم بمصر، وقد ايه اليوم هي دوله بشمال افريقيا من الاوائل بتصدير مواهب هالقد كبار للعالم. يا دكتور عايزين نسألك بالنسبة للهرم اللي حضرتك بتقول أسس صلاح، ممكن تشرح لنا بالظبط ايه الهرم ده؟ واحنا كنا هنتجنن ونعرف ايه قصة الهرم دي، لانه قال لنا كذا مرة لما قابلناه في هو صلاح اللي أسسه الهرم، هو كان السبب في تأسيس صلاح والسبب اللي وصله لحاجة زي كده الهرم، كل شوية يقول كلمة الهرم. فاحنا عايزين نعرف ايه الهرم دي لحد ما حسن سأله وعرفنا بقى القصة كلها. محمد صلاح ازاي نشأ في عصمصون طنطا؟ هو طبعا فرع من فروع نادي المقاولين العرب، بعتولنا تعالوا اتفرجوا عليهم، وطبعا كابتن ريعو كان رئيس القطاع الناشئين هنا، ورحنا واخترنا محمد صلاح وجبناه هنا اتمرن معانا 13 سنه و14 سنه و15 سنه و16 سنه، عدى على 3 مدربين، كل مدرب ليه بصمه، كل مدرب ليه لمسه. دكتور زمزم كان قصده بالهرم ده ان هو ابتدى عدى على كذا فريق او عدى على كذا مدرب من واحنا من هو اول ما راح لهم تقريبا كان عنده 13 سنه لما اكتشفوهم باسيون. كابتن رضوان يعني بصراحة من ضمن الناس اللي ساهمت في تكوين محمد صلاح، ان كان كابتن رضوان مسؤول عن الفريق الاول، كان مدير فني الفريق الاول، نزل اتفرج على الناشئين وعلى فريق الامل وقال انا عايز الولد ده. فكان كل مدرب يحط فيه طوب 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 لحد ما بنوا الهرم ده في الاخر، وفي نفس الوقت برضو كان صلاح عنده الاسس بتاعة الهرم اكيد. مهندس شريف عد محمد صلاح كويس، هيئه نفسيا كويس، بقى يجيب له مدرسين عشان يعلموه اللغه، عشان التدريبات هنا ما بتبقاش زي هناك، هناك طبعا عشان لا، وكمان ايه طريقه التفاوض مع الناس هناك. طب خدوا محمد صلاح 6 شهور جربوه، وبعدين اسبوع عليه شويه، لا ده لسه شويه، طب احنا المبلغ. الكلام ده كان مع النني يعني مع النني او مع محمد، ما محمد في الاول التجربه نجحت مع محمد وما نجحتش مع النني، فده فرصه للنني. بيقول ان هو بيسمع الكلام على طول، ما كانش فيه خلافات بينه وبين اي كابتن، اعمل كذا حاضر اعمل كذا حاضر، لما كان يكلم حد فاهم كان دايما باصص في الارض زي ما بيقولوا. فحاجه زي كده اكيد تطلع اي حد باسرع من الصاروخ. طب دلوقتي يا كابتن انت عرفنا ان انت مرنت محمد صلاح 3 سنين من اللي هو فتره من 15 لكام ل 17 مش كده؟ 17. فعايزين نعرف هل ليك مثلا موقف معين او ذكرى معينه مش ناسيها له او كده؟ هو كان يعني كان بيلعب باك ليفت طبعا، وكان في مره عايزينه يلعب فيرود ويكمل يعني من ناحيه الشمال ويكمل فيرود بتاعه، هو كان رافض يلعب في الحته ديت، انا كنت بحب اطلع من تحت واكمل وبتاع. فلعب في اليوم دوت وجاب 3 اجوان وكان فرحان جدا، وقال معلش انا غلطان، كنت انا ايه ان انا ما كنتش عايز العب في المكان دوت، و يعني اعتذر ان هو ده كان مصلحه ليه يعني. هو من الاول اللي احنا عرفناه من الكباتن ان هو محمد صلاح كان ملتزم في كل حاجه وفي مواعيده وكل حاجه، فكان بيصحى تقريبا كل يوم الفجر بيبدا التمارين من الصبح بدري، وعلاقته بكل زمايله وعلاقته بكل الناس اللي شغالين في النادي سواء عمال او اي حاجه كانت علاقه كويسه، لدرجه ان حتى بتوع الملابس يعني في غرفه الملابس كانوا برضو بيتكلموا عليه بطريقه كويسه ان هم بيحبوه مش قادرين ينسوه، فكانت حاجه كويسه ان كل النادي بيحبه. صرنا ما عادنا نحكي شوي على كيف ماشي البروجكت، ما في وقت بعدتش 10 ايام 10 ايام
تقريبا بعد السكة طويلة شو 15 days صاروا قطعين exactly. بعد هذا النهار الكروي بامتياز كان عندي هيك وقفة معمولة أفكر بكل الأشياء اللي عنا نعملها وبكل الأشياء اللي عملناها. أنا كتير فخورة أنه نكون اليوم مرقنا ب 15 يوم تصوير هالقد فيهم تعب هالقد فيهم جهد ما زهقنا ولا تعبنا من رحلة البحث المستمرة عن محمد صلاح. شو صرنا عاملين؟ جرافيتي؟ شو كمان؟ الجرافيتي بلشنا فيه، هذا البارت أنا كتير متحمس له، هاي أول زيارة لإلي ورح أترك فيها شيء بدل ما أخذ منها هالمرة نحن عطيناها. نحن هلا عنا مرحلة مفصلية قبل نجريك صح، وحاسة إنه عبالي تطلع الغنية قبل ما نطلع نجريك ونصور جزء منها بنجريك. توينز عم يعملوا شغل كتير قوي على السوشيال ميديا بس حاسة هيك ما بعرف كأنه عبالي أخذ ساين إنه وصلنا له إنه حكيناه، وكتير عم ما بعرف كتير عم بتعبني فكرة إنه بعد ما عنا شيء، يعني بعد ما بين معنا شيء. فتحنا لاينز كتار منهم تسكروا منهم بعدهم ما تسكروا. الميوزك فيديو صرنا بمرحلة متقدمة فيه، انكتب أو عم ينكتب actually أول كوبلي أو تاني كوبلي من الغنية. بعتقد قربنا لمرحلة تسكير كلمة الغنية تنبلش بموسيقى الغنية. إحنا عاملين حتة أنا هسمعها لكم، الحته دي فيها تلخيصه الشغل اللي احنا اشتغلناه عشان نبتدي الاغنيه دي. الكلام اصلا متوجه لمحمد صلاح دايركت من بدايه الاغنيه، بقول له قلت لنا نحلم قلنا من عينينا حاضر، حلمنا نوصل للي خلى الحلم ظاهر، جمعنا بعضنا هنا وجبنا المصادر والكل كان متحمس ومفيش حد صابر، بدانا لم الشمل من بلد الجمال لبنان، جمعنا تيم تصوير اخراج وايديت كمان الوان، كملنا في مصر وابتدينا من سكات نسال كل اللي يعرف ابو مكه من زمان جبناه. الله عليك تمام الله يعظم نعظم. بالنسبه بقى لموضوع الاغنيه انا متحمس ان انا اسجلها من دلوقتي لان انا وصل لي كلام من اللي احنا كنا كاتبينه قبل كده تعدل عليه، وكلام برضو جديد من اللي يونس كتبه، فسمعت كلام حلو جدا عن الاغنيه وسمعت كلمات يعني هتسمع ان شاء الله في مصر، فانا مستعد اصورها من دلوقتي واجهزها من دلوقتي. هو سمع الراب فمش عارف تخين ليه، فانا كده وما اتخانق مع ما اتخنت الشعب بقى لما سمعت الراب ده بتاعي، الراب ده بتاعي يا جماعه محدش يتكلم فيه. انا لما سمعت الراب اتخيلت الشعب هيبقى عامل ازاي، فعشان كده انا مبسوط ومتحمس ان انا اسجلها من دلوقتي. تصدق معاني زعلان عشان الشعب ما جاش، بس عشان الاغنيه ما اخوك ومش هينفع تزعل اصلا شغال الشعب غير ما اسمع دي بدايه الاغنيه ان احنا ايه هناخد الاتنشن بتاع الناس ان احنا بنكلم محمد صلاح. بعديها هكمل بقية الفيرس 8 سطور كمان بتكلم عن محمد صلاح عانى ازاي، ان احنا لما اتجمعنا ولمينا الناس بتاع اللي عارفه محمد صلاح عرفنا مشواره بدا ازاي. تتوقع اغنيه زي كده ممكن تاخد لنا وقت قد ايه؟ دقيقتين ثلاثه؟ احنا انا بفكر اخليها ما بين دقيقتين ونص لثلاث دقائق. طولنا عن كده هتبقى لو طولنا عن كده هتبقى بايخه شويه بايخ. ولو قللنا عن كده مش هتاخد حقها. بعد 15 حلقه وشخصيات كتيره واحداث كتيره انا شخصيا داخليا ابتديت يعني اللي هو عايز اتبع اللي هي فلسفه او استراتيجيه محمد صلاح اللي هو فكره ان احنا نحاول نبقى صبورين ونحاول نتحمل شويه الظروف الصعبه. هيدا الشخص صرنا نعرفه ونعرف تفاصيل شخصيته ونعرف الاماكن اللي اسسته بخلينا نحس انه كتير كتير قريب منه، ومن كتر الاحداث ومن كتر الشخصيات اللي احنا شفناها الموضوع ممتع. يعني انا التجربه نفسها ممتعه بالنسبه لي بالشخصيات اللي انا بقابلها، كل يوم بتعلم منها حاجه جديده. العد العكسي بلش وكل يوم حيكون في خطوه تقربنا اكثر من محمد صلاح. كيف هلا ما في اقول كيف، بس بعرف انه ما رح اترك ولا وسيله ما جربها لاوصل للهدف اللي جينا كرماله.